إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه تشكيلات الأهلي الرسمية: شناوي، هاني، أشرف، إبراهيم، معلول، شحات، فتحي، ديانج، طاهر محمد، بيرسيتاو، عبد القادر. دكة البدلاء أو الاحتياط: رامي ربيعة، محمد شريف، وليد سليمان، علي لطفي، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي، أفشا، محمود وحيد، كريم، فؤاد. هذه تشكيلة الأهلي الرسمية: شناوي، هاني أشرف، إبراهيم معلول، شحات، فتحي ديانج، طاهر محمد، بيرسيتاو، وعبد القادر. والاحتياط أو دكة البدلاء: رامي ربيعة، محمد شريف، وليد سليمان، علي لطفي، عمرو سوليا، صلاح محسن، محمد مجدي، أفشا، محمود وحيد، كريم، فؤاد. إذا كيف ما كتشوفوا معنا الضغط رهيب من الجماهير الودادية وداد الأمة. الأصداء كتوصل حتى الجنبات المركب. أكيد أن النصر غيكون حليف الوداد البيضاوي. وأخيرا غنقول لكم تشكيلات الأهلي الرسمية: شناوي، هاني أشرف، إبراهيم معلول، شحات، فتحي ديانج، طاهر محمد، بيرسيتا، وعبد القادر. والاحتياط: رامي ربيعة، محمد شريف، وليد سليمان، علي لطفي، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي، أفشا، محمود وحيد، وكريم فؤاد.